تخيل انت سابتني بنت اللذينه وانا دلوقتي متجوزه. كنت انا بقى جت معايا ايه زمان ان انا ايه شبك بكت، رحت اشتريت لها موبايل قسط ايفون 15، وجبت ورد قطعت فضلها لاختي واديت لها الايفون. لا بنت اللذينه بعد كل ده انا عمال ادفع القسط وهي منزله صوره مع جوزها عامله لي بوز البطه وعامل لها كده وموبايلي. تخيل انت كل شهر ادفع القسط وهي بتصور بيه مع واحد غيره. والله العظيم انا كنت مغفل تغفيل غريب. والله ايام ما جبت دباديب وجبت هدوم الدنيا خربت معايا. بنت اللذينه جحده، والله جحده، بنت جحده اقسم بالله جحده. يلا مش مشكله عادي، الله جاب الله صاحبك. بس اقول لك حاجه برضو، يعني على قد ما هي واطيه وتربيه ضرايب وطلعت عيني، على قد كل ده على قد برضو ما لاقي حاجات حلوه بصراحه. انا افتكر يعني هي برضو مهما عملت ليها حاجات كتير قوي 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 قوي. بعد اقول لك حاجه كده بس بيني وبينك، عارف لما انا بكون متضايق ومش طايق نفسي عارف بعمل ايه؟ بجيب كل الفيسات بتاعتنا واقعد اسمعها، بحس ان انا لما بسمعها برتاح، مع ان انا بكون عارف ان هي دلوقتي مع حد غيري وفي حضن حد غيري، بس انا ما اعرفش ساعات بحس ان انا مسامحها. واقعد بالليل مش عارف مش عارف، هو انا بقعد اسمع وخلاص، ما اعرف، مع ان ده بيأذيني بيأذيني جامد، بس انا برتاح لما بسمع صوتي. انت بص اسمع اهو، قالت لي مش هسيبك. سمعت؟ قالت لي مش هسيبك. مش سامع؟ قالت لي مش هسيبك. انا نفسي اعرف بقى سابتني ليه، يعني هو بعد كل اللي انا عملته معاها دوت هي سابتني ليه؟ وبعد كل ما انا قعدت اعمل عشانها واروح واجي واتعب واشقى واخش جمعيات واحوش، وفي الاخر هي اصلا مع حد تاني خالص، جت وراحت مع واحد تاني خالص. مشكلة تسامحها، هو بتقول لي مش هسيبك، سابتني ليه انا ما اعرفش. تقعد بقى تقول لي اهلي ضغطوني ومش عارف ايه، وفي الاخر خالص جت تقول لي انا اسفه ومش انا اسفه. طب رجع الموبايل طالما انت متنيله اسفه. قال لي انت عاملاه فينا ده. والله العظيم يا عم انا متدمر خالص ومش عارف هي بتعمل معايا كده ليه. كل ما اكلمها قال لي يا عم تغلى هي واللي معاها بقى، مش مشكله ما تبصنيش، الموضوع خلاص ما بقتش فارقه معايا هي كده كده. بس خلي بالك انا عظيم وعارف ان انا عظيم قوي وعارف ان انا حد جامد قوي، وهي مهما راحت ومهما جت بتفكر فيا وهتفضل تفكر فيا، وانا عارف ان انا هجيبها ركعه تحت رجلي وبرضه هسامحها. لا مش هسامحها، مش هسامحها، وانا عارف ان انا مش هسامحها وهدوس على قلبي، لان هي شخصيه مش كويسه ولا شخصيه وحشه، وانا عارف ان انا فوق وعارف ان انا فوق قوي، وهيجي اليوم اللي هتيجي تحت رجلي وانا برضه هدوس عليها وعلى قلبي.